بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. تحل البركات على جميعنا من الآب إلى ظهر الروح كلها آمين. اليوم هو السبت الأول من الخمسين المقدسة، وزي ما كان في رحلة في الصوم الكبير للقراءات بتتدرج بينا روحيا، أيضا في الخمسين المقدسة الكنيسة رتبت مجموعة من القراءات المتدرجة بينا من القيامة إلى الدخول في الحياة الأبدية. الحد الأول اللي هو بكرة معروف بحد توم، وهو حد تثبيت الإيمان أو رفع الشك. عارفين قصة توم وبكرة هنسمعها إن شاء الله يديك الأمر بصحة. واليوم السبت تمهيد للحد دي تقريبا بنفس المعنى، اللي هو ان يسوع عايز يثبت تلاميذه في ايمانهم بيه، لان انتقاط التجارب اللي كانوا متوقعه النتيجه عليهم كبيره قوي وصعبه. وعلشان كده احنا كتير برضه في حياتنا بنشوف ربنا بيتعامل معانا باسلوب، ممكن قبل ما تيجي ضيقه وقبل ما تحصل المشكله او قبل ما يجي المتاعب من الخارج تلاقي ربنا مديلك فيض من النعم الالهيه. ليه؟ عايز اقول لك ما تخافش، انا معك، انا معك. فان كنت بتقبل مني انك تاخد فيض النعم الالهيه دي، اقبل بقى ايه؟ كمان ان تشترك معي في الضيقه وفي الالميات، عشان هو ده طريق السلام، مفيش غيره. فيسوع قعد يمهد فكر تلاميذه، ما بدأوا يقتنعوا بيه هو ده المسيح ده المخلص، وان هو ده اللي هيحررهم من العبوديه. بس طبعا كانت العبوديه الحريه من العبوديه مختلط عليها في الفكر زي بقيه اليهود، ان عايزين مخلص يخلصهم من عبوديه الرومان ويلم شتات اسرائيل ويجمع المتفرقين في كل ناحيه من بعد السنه الاخير اللي حصل لهم حوالي 500 سنة قبل الميلاد. فهو حب يفهمه الموضوع، لا أكثر كده، أنا هديكم حاجات أحسن من كده بكتير، أنا هديكم ملكوت السماء. طيب هم خلاص عندهم متعلقة بيه وفاهمين إنه المسيا المنتظر لا يموت، إن ده جاي من فوق من السماء، ده ربنا الظاهر في الجسد أو ابن الله المرسل من الله لخلاص العالم، يبقى ده مش هيموت. فبدأ يكلمهم، لا يعني عشان ما تصدموش لازم تبقوا عارفين ابن الإنسان جاي علشان إيه؟ علشان يتألم ويصلب ويخبط في القبر ويموت وبعد كده هيقوم تاني، لكن لابد من المراحل دي مر بيها. فما كانش فاهمين، ولما قعد يتكلم عن الموضوع ده انتوا عارفين ان بطرس انتهر ولا لا، مع ان في الاول ما قال لهم من الاول بتبقى انتوا مين الناس اللي عندنا، قال لهم بطرس رد وقال له انت هو ابن الله، فقال له الله يسمعني مليونا. وبعدين لما بدا يتكلم عن الصليب بطرس قال لا مش ممكن تموت، ده احنا كل اماننا متعلقه فيه، تموت ايه؟ بعد ما توصلنا الى المرحله الكبيره دي من الرجاء والايمان ترجع تموت؟ لا ما ينفعش، المسيح ما يموتش. وقال له لو ادى الامر ان انا اموت بدالك اموت بدالك، بس انت مش ممكن تموت. مش ده اللي سمعناه من بطرس؟ فربنا ساعتها انتهر وقال له ابعد يا شيطان، فانت معصره ليا. انا جاي مخصوص علشان اتمم العمل ده ولا بد من موت الصليب. ف لان الموضوع صعب قوي وبدأ التلاميذ متحيرين، مش طب هو ده المسيح بقى ولا مش هو، هو ده المنتظر ولا مش هو ده المنتظر، ازاي يبقى هيموت؟ فيسوع عمل معاهم اليوم هذه المعجزه اللي هو معجزه التجارب اللي سمعناها النهارده في الانجيل. اصله من التجارب ده كان ايه؟ يوريهم جزء من المجد اللي هو فيه. انتوا شايفين الانسان قدامكم وأباه وبشر وهتشوفوني بعد شوية بضرب وبتهاجم وبتقلب.
تلاميذه أن يمجدني بالمجد الذي كان لي عندك من قبل تأسيس العالم. العالم هيتخذ خطة جامدة وهيقدر يتهزه. زي ما احنا بندخل في مشكلة شديدة شوية، مع إننا بنحب ربنا أوي ومؤمنين بيه أوي، نبدأ نقول هو أنت فين بقى؟ هو في ربنا حاجة ولا مفيش؟ ولما يكون في ربنا أمال إيه اللي بيحصل ده؟ مش كتير بنقع في اللخبطة دي؟ ربنا عارف عرفنا، بس بيدينا بقى زي ربنا عشان نتأكد. فكان الموضوع التجلي، وبيقول بعد الموضوع ده تجلى امتى او عمل التجلي ده على جبل امتى؟ بعد ما كان بيكلمهم عن موضوع الصليب بكام يوم؟ ما علينا اللي هو النهارده سبق وقت كام؟ 8 ايام. نفس الموضوع ورا في مرقس ومتى، لكن قالوا 6 ايام. ايه حكايه 6 ولا 8 ايام؟ الناس اللي مش شايفينهم في الانجيل ولا في التحريف مش عارفين 6 ولا 8 ايام. لا، الحقيقه هم الاثنين صعب. بمعنى ايه؟ ان متى ومرقص ما حسبوش اليوم اللي كان يسوع فيه بيتكلم معاهم عن الصليب، ولا حسبوش يوم عيد التجلي نفسه. تمام؟ فبقى في ما بينهم 6. اما لوقا فحسب الاجمالي من يوم ما كان يسوع بيتكلم معاهم، ثم 6 ايام، ثم اليوم الثامن يوم التجلي. وبرضه الكتاب المقدس مكتوب واحد من الروح القدس، فرقم 6 لازم ورقم 8 لازم، وفي الحادثه دي بالذات كان لازم يجوا الرقمين دول عشان يبينوا حاجات مهمه نفهمها عن يسوع. فالرقم 8 يرمز الى الحياه الابديه، الى الحياه الجديده، بدايه اسبوع جديد. يوم الاحد الاول من الاسبوع اللي بعده يبقى فات 7 ايام من الاسبوع اللي فات، ويبقى اللي بعده اسبوع جديد يبقى اليوم الثاني. مفهومه دي؟ والرقم 6 هو رقم ناقص، لان 7 هو الكمال. الله خلق العالم في 6 ايام وارتاح في اليوم السابع، وكده يبقى كمل العمل في الرقم 7. ام 6 ده لان اليوم اللي خلق الله فيه الانسان يعتبر ناقص، الانسان ناقص مش كامل، ما هوش يصل الى كمال الله، مش كده؟ مع ان الله قال في الفطر انه حسن جدا، لكن الانسان طبعا موصول له نقص وضعف البشر. فان كان المسيح هو فعلا كامل وهو حياتنا الابديه، هو حياتنا الجديده اللي اخذناها منه، لكنه اخذ جسد ضعفنا اللي فيه نقص، عشان كده بشير برضه بالرقم 6. اسم الشيطان 666، يعني بالتاكيد وبالتثبيت ان هو ايه؟ ناقص. اما اسم يسوع عارفين هو ايه؟ 888. عارفين الحكايه دي؟ نبقى نتكلم فيها مره ثانيه، انا مش عارفها. اللي هي الحروف الابجديه، وكل رقم يرمز ليه رقم معين من الحروف، فلما يجمعوا اسم يسوع لما يتجمع يطلع 888. كمال، تاكيد الكمال فيه. اما الشيطان فهو كمال النقص، يعني نقص النقص النقص اللي فيه. كله نقص، كله غلط، كله خطيه وشر. فيسوع هنا ذكر عن ملك ومرقص انه بعد 6 ايام، يعني في جسد ضعف بشريتنا الذي اخذوا مننا، بدا يظهر بالتجلي ويظهر حقيقته. اما هو فيذكر انه في اليوم الثامن، اي في كمال مجد، اراد ان يعطينا كده وضع عن مجد المسيح. ومين لا اله الا المسيح؟ عشان ايماننا ما ينهارش تماما مسكين ومعدين وعصرين وبيعملوا في المجال. فهمتوا بقى 6 و8 جت ازاي؟ طيب. ندخل على التجلي نفسه. لما طلع التجلي ما خدش كل التلاميذ، في حاجات كده كتير كان دايما ياخد منهم 3، هما دول الـ3 المشهورين دايما بنقول القريبين منهم، بطرس ويوحنا ويعقوب. بطرس الايمان، صخرة الإيمان الثابتة، زي ما قالوا أنت هو بطرس،
ويوحنا هو حنان الله، محبة الله، الله المحب. ويعقوب هو التعقب، يعني الجهاد، يعني ان واحد الحياه الروحيه بجديه، مش مجرد كده كلام وهزار بس، لا لازم شغل شغل، يعني شغل. فعشان كده اخذ الثلاثه دول معاه، الايمان والمحبه والجديه في الجهاد، دول اللي يوصلونا لطريق السلم. من غيرهم ما نعرفش نوصل. واحد ما عندوش ايمان طب يوصل للسلم ازاي؟ واحد عنده جايز ايمان كده نظري، لكن ما فيش محبه عمليه في حياته، برضه ما ينفعش يوصل للسلم. واحد عنده الاثنين دول بس كسلان ونايم في الخط ما بيعملش حاجه، برضه مش هيوصل. تبلغوا خلاصكم بخوف ورعب. من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط، يعني هو هيصحح الشغل جامد، فاهمين؟ فعشان كده اخذ الثلاثه دول معاه. وهناك على الجبل ظهر مع مين؟ موسى وإيليا. موسى يرمز إلى الناموس الذي تكلم كثيرا في طقوس وفي تعاليم وقوانين دينية تشير لمين؟ ليسوع المسيح. مش موسى ده أول حاجة عملها مع الشعب هو فصح خروف الفصح، والفصح ده أشير إلى ما صنعه المسيح من أجل خلاص المبتدأ، وداهم حاجات كتيرة بقى، واتكلم عن الكهنوت ورتب الكهنوت واللبس الكاهن والمسبح ومواصفات خدمة الإكرام، كله عمال يشاور على مين؟ على شخص يسوع المسيح. فقال له تعالى يا موسى بكل ما شهدت به عني في الناموس علشان نبدا نشرح ونفهم بكنيسة العهد الجديد خطة الفداء ماشية ازاي؟ نوضح لهم الأمور. وتعالى يا إيليا يا من تنوب عن الأنبياء الذين كلهم تكلموا عن مين برضو؟ عن يسوع المسيح الفاضل والمخلص اللي جاي والفداء والخلاص اللي هيكمله. فجاب الناموس وجاب الأنبياء يشهدوا معاه قدام كنيسة العهد الجديد اللي هتستلم بقى المهمة، علشان خاطر نبقى عارفين مين هو يسوع وما هو عمله. ما أقول الكلام لغايه دلوقتي؟ ايضا شفنا في الاثنين اللي جابوا قبل كده، واحد متزوج وواحد ايه؟ بتول. موسى وإيليا، موسى متزوج وإيليا بتول. وجاب ايضا من تلاميذه اللي طلعوا معاه من الكنيسه العهد الجديد بطرس المتزوج ويوحنا البتول. اوكي؟ عشان يؤكد ايه؟ إن الكنيسة تقوم على الناحيتين المتزوجين والمتولين، ومحدش فيهم أفضل من التاني إلا بما يقدمه من جهات في حياته الروحية. واضح دي كمان؟ فبدأ يدينا صورة عن إيه هي الكنيسة بتاعته. حاجة تالتة حابب أن النهارده المسيح في الكنيسة اللي جايبة وهيسلمها لينا ويطلع للسماء ويجي يوم عشان يستلم كنيسته مننا مره ثانيه، عمل فاللي جاب الاحياء والاموات، جاب موسى الذي مات وجاب معاه ايليا الذي صعد حي الى السماء، وجاب الناس اللي عايشين معاه بالجسد في الوقت ده لسه بطرس ويوحنا عشان يقول لنا ان هو فعلا اله احياء وليس اله اموات. هو اله كنيسه منتصره اللي وصلت للسماء، وهو اله كنيسه ايه؟ المجاهدين على الارض، ودول كلهم مع بعضهم كنيسه واحده. عشان كده احنا في القداس والصلاه بنقول ايه؟ كما كان وهكذا يكون من دين الى دين والى ظهر. يعني كنيسة المسيح ما فيهاش موت، الناس الدخلاء على الإيمان بيقولوا لنا أنتوا بتتشفعوا بناس ماتوا إزاي؟ دول مش فاهمين. هو ربنا لما جاب مع موسى وإيليا جاب ناس ميتين؟ هو الأموات دول يعرفوا يتكلموا ولا يعرفوا يحكوا ولا يعرفوا
كان خروجه إلى جبل الجرجسة، مش كده؟ حاملا الصليب علشان عليه يموت كل خطايانا ويعطينا حياة جديدة، يعطينا نعمة إلهية جديدة نقدر نعيش بيها ونتحرك بيها. علشان كده نفس الحكاية لما ربنا اتقابل مع المسيح عباس في يوم من الأيام، الأكفال العملية وشاف المسيح الصبح ده، كان بيكلمهم عن ايه؟ عن ان الانبياء والناموس قالوا عنه ايه؟ يعني القصه اللي عملها مع الثلاثه دول على جبل التجلي عملها مع تلميذي بس عشان يقول لهم ان الكتاب ده كله علشان ايه؟ عشان العمل اللي انا بتلمه في هذه الايام من اجلكم. وعلشان كده كنيستنا الشطره الحلوه اللي استلمت هذا الايمان من المسيح ما تفصلش ما بين عهد جديد وقديم، هو كلها كتاب واحد، كتاب الله المقدس. الناس اللي بيقعدوا يشككوك ويقولوا لكم ده العهد القديم ده خلص وانتهى، ده كان زمان، ده ملوش لازمه، دول مش فاهمين حاجه. هو لولا العهد القديم كنا هنفهم ايه اللي عمله المسيح، ولولا ما صنعه المسيح بوضوح قدامنا كان هيبقى عندنا برضه الغاز في العهد القديم، ما احناش فاهمينه. انما نحط الاثنين جنب بعض نفهم الاثنين كاملين بالكامل. والمسيح نفسه في كل تعليمه وفي عظاته كان يستشهد بالعهد القديم اللي قيل للانبياء كما كتب في الانبياء، زي ما قال موسى، زي ما قال اليشع، زي ما قال اشعيا، وزي ما قال حصيا، جاب النبوات اتقالت عنه وكلام اتقال عنه كتير. يبقى كنيستنا لازم الكنيسة الصح هي كنيسة ليس فيها نور. أتكلم مع عبرة وأتكلم مع مارجلس وأتكلم مع الأمير تدرس وأتكلم مع كل الشهداء اللي بقالهم 1500 سنة و 2000 سنة واللي بقالهم من سنة واللي لسه ميتين أو أستشهد طلعوا على السماء من أسبوع ولا من يوم، كل دول موجودين وأحياء الكنيسة المسيحية. كنيسة حية مفيش موت خالص. أوعى حد يضحك عليك ويقول لكم اللي مات دول خلاص ما عندناش لنا علاقه بيه، ازاي؟ اهو دي المسيح ربنا كده. والحاجه الثانيه ان العهدين هما كنيسه واحده للمسيح الذي اراد ان يحقق لنا الحقيقه في الوهيته وفي عمله. الحاجه الثانيه ان في الرقم 6 يشير الى الصليب، ضعف الانسان، وايضا يشير الصليب. بنقول في الاجبال كده قبل نصلي يعني في اليوم السادس وفي الساعه السادسه صلبت على الصليب. والرقم 8 يشير الى القيام لانه قام في اليوم الثامن. يبقى عايز يقول لنا معلومه لازم نعرفها كويس جدا ان كنيستنا بتعمل بيها بمنتهى الحرص، وهي ايه؟ ان الصليب والقيامه هما عملتين او وجهين لعمله واحده. عارفين الجيل كده عمله بتلاقي من ناحيه صوره ومن ناحيه كتاب، من هنا الحاكم او الملك ومن هنا العهد وامر الحكومه بتاعي يعني، او الصليب اللي احنا بنزف بيه ده في الكنيسه بنشوفوه، عليه من ناحيه ايه؟ الصليب، وعليه من ناحيه ثانيه ايه؟ مش كده؟ كل صلبان الكنيسه سوا كده، الصليب للطقس الصليب لازم يكون في كده، من ناحيه يسوع المصلوب من اجل فدائنا، ومن الناحيه الاخرى يسوع القائم ليقيمنا معه من موت الخطيه. وعايزين يقولوا في كده زي ما قال معلمنا يوحنا بولس ذهبي الفم لما قال في فيلبي، لأنني لست مسمعا أن أعرف شيئا بينكم، أي شيخ كروسوس يقول شيئا بينكم يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وفي فيلبي 3 يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. أنت بولس بتتكلم عن القيامة ولا عن الموت؟ ركز. تعالى اخبطنا ليه؟ ما
لو يموت المسيح ويصلب ما كانش هيبقى فيه يعني، ولو ما كانش هيبقى كان هيوصل الباب مش كده. مش كده؟ فلازم نعرف ان طريقنا للسماء طريق الكنيسه الصح. الكنيسه الحقيقيه اللي هي مش عايزه بس هي تهليل وفرح وخلاص، لا، لازم مع هللويا الحلوه اللي هي يكون في مفهوم الصليب، يكون الصليب هو برضه حياه معاشه لينا كل يوم. وعشان كده في معظم الحال الكنيسه القبطيه اللي هي برضه اتخذت ما بين الايه؟ ما بين الاثنين. صح؟ حتى في اسبوع الالات كنتوا بتقولوا بولس هتقولوا فرحانين ولا حزانا؟ لا، احنا كله فرح. الساعه 10 المسيح ينزلون عصاهم عشان يقتلوه، والكنيسه واقفه بتهاجم بلحم القديس رومس. ها؟ ايه اللي بيحصل؟ ده الكنيسه ملخبطه كده ليه؟ ده مش ملخبطه، دي الحقيقه. لو لم يكون الصليب اساس في حياتنا ونقبله بشكر ورضا كامل، فلن نستطيع ان ندرك القيامه. ولن يكون القيامه او لن يكون الصليب ابدا عمل حقيقي عايشينه الا اذا كنا قمنا مع المسيح من الموت. ودي فتره الخمسين اللي احنا عايشينها. احنا خلصنا الاسبوع الالام لكن ما اتنساش، ما قفلناش الصداره وخلصت بقى كل سنه وطالبين السنه الجايه على ما نفكر في الصليب تاني. لا، ده كل يوم احنا شايلين الصليب وماشيين في الخمسين يوم نلف الكنيسه واحنا عاملين ايه؟ الصليب.